إذن للحديث أكثر حول تحركات الأسواق العالمية تنضم إلينا من دبي نادية البلاسي، محللة الأسواق في إكويتي جروب. أسعد الله أوقاتك نادية. يعني الملفت ما كان في جلسة تداولات يوم أمس في وول ستريت والتراجعات الواضحة، خاصة التي تترافق أيضا مع البيانات الصادرة عن القطاع الخدمي هذه المرة، ولكن يبدو بأن الأسواق بدأت تسعر أيضا بالنسبة لمعدلات الفائدة والتثبيت خلال الاجتماع هذا الشهر. نعم ساري، يعني بدأنا أن نشوف أن بالفعل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وغير دولات، يعني أن في نوعا ما في الانخفاض من هذه القطاع الخدمي، قطاع المانيفاكتشرينج وباقي الخدمات التي تشير إلى، يعني ما زالت عند 50 القطاع الخدمي. أمس كان سجل عن 50، ولكن بعد عن ذلك أو إذا تم في 49 سنشوف أن يعني ارتفاعات أسعار الفائدة بدأت أن تؤثر بشكل سلبي جدا على النمو الاقتصادي. بينما يعني في سوق العمل يوم الجمعة رأينا أن البيانات الوظائف الغير زراعية كانت جدا قوية وريفايز أيضا للشهر الماضي، لذلك الآن في تقلبات وعدم الوضوح بالنسبة إلى ما سيجعله في الاجتماع القادم في هذا الشهر من الفيدرالي. هل سيتم في تثبيت في أسعار الفائدة أو أم سيخفضون أو يرفعون الفائدة ب 25 نقطة أساس؟ يعني طبعا في موازي 70% إلى التثبيت، ولكن في أيضا 30% يعني يرشحون ال 25 نقطة أساس بسبب سوق العمل الذي لا يزال قويا. نعم نادية، لكن الملفت اليوم أيضا بالنسبة لعمليات جني الأرباح التي شهدناها في جلسة يوم أمس، وعم نلاحظ بأنه تراجع مؤشر ناسداك من أعلى مستوياته في 13 شهر، هذا المسار الذي شهدناه خلال الفترة الماضية من ارتفاعات قوية، هل ستواصل هذه التراجعات مسيرتها خلال الفترة المقبلة أيضا؟ يعني سالي، ممكن أن نشهد طبعا تقلبات أو انخفاضات في المؤشرات الكبيرة، ولكن S&P والناسداك والداو لا يزالون يعني مرتفعين بغض النظر عن الإشاعات أو يعني التوقعات بالركود الاقتصادي. شاهدنا أن ألمانيا أوريدي دخلت في الركود الاقتصادي، والولايات المملكة المتحدة أيضا تشهد نوعا ما من بوادر الركود الاقتصادي، ولكن المؤشرات والفوتسي 100 لا يزال يعني في قمة الارتفاعات بغض النظر عن الذي شهدناه أمس في وول ستريت، ولكن الآن المحاور التي يعني ريفلكت على هذه المؤشرات الكبرى هي السنتمنت التي تكون ما بعد البيانات الاقتصادية. نعم، الملفت اليوم عمليات جني الأرباح الواضحة على أسعار النفط من بعد الارتفاعات القوية في يوم أمس، يعني من المتوقع أن تكون هذا المسار بالنسبة لتحركات أسعار النفط التي لم تصمد عند المستويات المرتفعة التي شهدناها في جلسة تداولات يوم أمس. برأيك هل الأسواق استوعبت القرار بالنسبة للخفض الطوعي من قبل أوبك بلاس؟ سري، بالفعل يعني أسعار النفط في وضع سيء منذ الشهرين الماضيين، لذلك يعني أوبك بلس قالت بأنها ستخفض الإنتاج مرة مجددة، ولكن بسبب يعني عدم تحسن الأوضاع في الصين وأزمة البنوك الكبرى وأيضا الركود الاقتصادي التي تشهده بعض من الولايات هي التي تضغط على الطلب على النفط، لذلك نشهد النفط تحت ضغط كبير، ويعني تحاول أوبك بلس أن تساهم في رفع هذه المعدلات، ولكن سيظل أسعار النفط في تحت الضغط بسبب هذه العوامل التي تؤثر عليه بشكل سلبي. نعم، كل الشكر لك نادية البلاسي محللة أسواق في إكويتي جروب، شكرا على وجودك معنا.